wanted to guide them and help them and mentor them with the different topics of storytelling and marketing and communication. And also we were talking a lot about different skills related on having conversations or how you can build peaceful societies, what kind of skills you would need that. بكل تأكيد إنه لما يكون أكو سلام ويتحقق السلام من اسمع صوت ضحكة الطفل النجوم خاصة بالليل لأنه بسبب التلوث ما قمنا نشوف النجوم. الـ 2-minute method نظرية الدقيقتين اللي هي يعني تساعدك باللسنينج بالاستماع للشخص المقابل. تعرفت على هواية أشخاص من كافة المحافظات. كيف إنه أنا أصنع محتوى يعزز السلام. الاستماع أكثر، إنه أستمع للكل. صراحة مشاركتي بأول سنة كمتدرب في برنامج سلام ضاف لي هواية شغلات، والفرصة سمحت لي إنه هاي السنة أشارك كفاسيليتيتر كمساهم في التدريب، واللي خلاني أشوف السلام برنامج سلام من زاوية ثانية وفهم ثاني، واللي تطور مني أكثر هواية. الهجرة بين الشباب وهاي الفكرة إنه ليش يريدون يسافرون حتى يكونوا ناجحين؟ يقدرون يكونوا ناجحين وهم ببلدهم. فكرة العنصرية والطائفية اللي بتصير بهاي أماكن. النظام التعليمي، لأن النظام التعليمي هو أساس بقية الأنظمة. I hope they will go in that direction what was planned. It looks really promising. And either they go with the original ideas or they find something else.